بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم. استعد للصقيع من الان، اللي لسه ما استعدش للصقيع استعد للصقيع من الان. النهارده 27/11، 27/11 يعني تستعد للصقيع من الان. بنتوقع الصقيع بدايه من 10/12 او حتى كل شهر 12 لحد 15/1 أو 20/1 الأمور بتبقى كويسة، لأن النهار بيطول معانا وبيبدأ بقى في شوية سحب ولا حاجة نتيجة شهر أمشير بالنسبة لي عندنا في مصر، فيعني بتخف حدة الخوف من الصقيع، ولكن احنا بنتوقعه في بداية من 12 ولحد 1. يعني معاك الستين يوم دول تحاول تظبط حالك فيهم وتتابع الأرصاد بتاعتك كويس، تمام؟ وتحاول تتماشى معاها يوميا، تمام؟ بمعنى ان انا اخد الاحتياطات الاحترازية اللي ممكن تحصل لي من موضوع الصقيع. وخد بال حضرتك، الصقيع اذا ما دمرش المحصول فبيقلل في الانتاجية، وخصوصا في الحاجة زي البيوت المحمية، تمام؟ لو انت ما عندكش دفايات او وحدة تدفئة زي اللي قدامك دهيا، يبقى لازم تاخد شوية احتياطات احترازية، وهي ان حضرتك علشان ما يقلش بس المحصول معاك، تمام؟ لان الصقيع اذا ما قضاش على المحصول خالص لو انت زارع بره، فقد يسبب ان الخيار ده هو ممكن كل 4 أو 5 أيام يجمع مرة، طالما انت مش مهتم بانك تحاول تظبط نفسك وتتأقلم مع الصقيع لحد ما يعدي بحلوه وبمره. طبعا ما هو ما فيهوش حلو، هو كله مر، تمام؟ طيب هنعمل ايه يا جماعة بالنسبة للجماعة اللي هم زارعين برا، اللي هم زارعين برا ان كان زارع شوية طماطم متأخرة ولا حاجة؟ فانا بقول لحضرتك ان الصقيع ما بيأثرش على الزرع اللي هو مزروع اللي هو صغير في السن زي ما بيأثر على الزرع المسن. يعني الزرع الكبير في السن ممكن لو جاله الصقيع بيشيله خالص، تمام؟ والزرع الصغير في السن لا، بيبقى الصقيع يعني بيتحمل الصقيع شوية، سبحان الله. زي الإنسان لو اتكسر، الإنسان الكبير بيقعد فترة كبيرة علشان ما يكبر ويبقى كويس، أما الطفل لو اتكسر ممكن 20 يوم ولا حاجة وتبص تلاقيه رجع لطبيعته تاني. دي سبحان الله. هكذا النبات يا جماعة، دي رقم واحد. رقم اتنين، بالنسبة لي بالنسبة لي الوادي، أو بالنسبة في اللي في الزرع الموجود في الوادي ما بيتأثرش بالصقيع لوجود المناخ الموضوعي، وجود برسيم وجود خضرة كتير وأرض كتير، فبالتالي عاملة مناخ موضوعي إلى حد ما كويس، فبالتالي ما بيحصلش عندك مشاكل كتير بالنسبة للنباتات، تمام؟ ما بتتأثرش قوي زي النباتات الموجودة في الجبال وفي الصحراء، تمام؟ دايما لو انت موجود نهون الشوية ده، هم دايما لو انت زرع في البطنية، هنا في بطنية الخط نهون دي بيزرعوها في الصعيد على طول في في الظهير الصحراء، وبيزرعوا دايما في الوسط شوية، ما بيزرعوش على المصطبة زي احنا ما بنزرع. الزرع اللي هنا ما بيتأثرش بالصقيع زي الزرع اللي هنا. ليه؟ لان هنا دايما بيكون تحته منسوب مية، هنا ما بيكونش تحته منسوب مية، تمام؟ الزرع الصيفي يا جماعة بيتأثر بالصقيع عن الزرع الشتوي. بمعنى لو انا الطماطم محصول صيفي معروف، لو انا زارع طماطم مثلا برة وهتتأثر بسرعة من عملية الصقيع. طيب لو انا زرع الشتوي، الزرع الشتوي مش هيتأثر قوي لانه بطبيعته الساعة بس برضو هيتأثر، بس مش هيموت خالص. اما الطماطم ممكن يجي لها شوية صقيع، طبعا بتختلف بيختلف المشاكل اللي بيسببها الصقيع على حسب حاجتين، على حسب الشدة بتاعته وعلى طول الفترة بتاعته. يعني الصقيع لو جالك ساعتين ممكن زرع يعدي منهم مفيش مشكلة، لو أنا عندي شوية احتياطات احترازية زي إيه؟ زي اللي هنقوله بعد كده، تمام؟ فالنبات الصيفي ما بيتحملش زي الشتوي. يعني عندي الكمون ما بيستهموش خالص من الصقيع، ما فيش اي مشكلة عنده. المانجا بتتحرق كلها، وشفنا طبعا مساحات كبيرة اتحرقت قبل كده. البرسيم ما يتأثرش
المسقاوي البرسيم المسقاوي، لكن انت جيت تقل وكذلك البرسيم الحجازي تمام. الفتره بتاعه الفتره بين الحشات بالطول، وممكن في الشتاء ده كله ما تاخدش الا حشه واحده منه تمام. فكل دي عوامل بيسببها الصقيع. الصقيع بيعمل ايه؟ انا عايزك تتخيل النبات ده هو عباره عن 95% منه ميه تمام، 90% من اي حاجه هي معظمه ميه، النبات ده معظمه ميه. مش عايز اقول لك بقى الخليه النباتيه والقصه دي عشان ما تتوهش مني، ده فيه ميه. الصقيع لما بيجي وبينزل تحت درجة 1 تحت الصفر بيحصل تجمد للمية، زي ما بتحط المية للتلاجة تمام. ايه اللي بيحصل بقى لما بتتجمد؟ لما بتتجمد المية بتعمل بلورات تلجية جوه النبات، يعني المية اللي جوه النبات دي بتبقى عبارة عن تلج. طيب التلج ده هوت او المية ده هيت لما بقت عبارة عن تلج وابتدت تعمل كرات تلج صغيرة، ايه اللي بيحصل؟ المية لما بتتجمد بيزيد حجمها. وقلنا قبل كده هات ازازة ازازة ازاز ويملها مية وحطها في الفريزر، بعد ساعة او بعد ما توصل للتجمد هتطلعها تلاقيها فرقعت. ليه؟ لان الميه لما بيزيد حجمها، لما بتتجمد بيزيد الحجم بتاعها. فانت حاطط في ازازه ازاز مش هتحصل لها انها تتمط معاك ويحصل لها استطاله، فايه اللي هيحصل؟ هتتكسر. طب لو انت جايب ازازه بلاستيك بتاعت كوكاكولا ديت وحاطط فيها الميه، ايه اللي هيحصل؟ هتبص تلاقيها اتسعت بس شويه نتيجه الميه ما اتجمدت فيها، مش هيحصل لها حاجه. طيب هنا بقى في جدر للخليه النباتيه، والخليه النباتيه فيها وفي ميه بين الخلايا بتاعت النبات. طيب المية دي لما بتتجمد بتعمل ايه؟ بيزيد حجمها. طب لما يعني ايه بيزيد حجمها؟ يعني بتعمل تهتك او بتهد الجدار بتاع الخلية النباتية. اذا بعد ما بيطلع الشمس عليها الصبح وبيبدأ المية اللي كانت متجمدة في الخلية ده، هي الخلايا النباتية اللي جوه ده طبعا بلايين بليارات الخلايا جوه، طبعا الخلية ده هي بتبدأ المية اللي فيها ترجع لطبيعتها تاني وتحول المية، بس بعد ايه؟ بعد ما بتكون عملت تهتك وقضت على النبات كله. تصبح الصبح تلاقي أرض الطماطم كلها سودة. طب الحل في دي إيه؟ قبل ما نقع في المحظور يا عم، رقم واحد حاول شوف الاحتياطات الاحترازية. هو المفروض إنك تزرع في بيوت محمية تمام، هو المفروض تعمل أنفاق وتزرع تحتها تمام، هو المفروض لو عايز إنتاجية كويسة تحط وحدة تدفئة. بس إحنا بنتكلم لو جت دوجة خفيف، لو جه عندك خفيف خد بالك الاحتياطات الحرازية، لو جه شديد والفترة بتاعته طويلة لا والله لو عملت ايه. ولكن احنا بنقول اللي المفروض نعمله ايه؟ رقم واحد الري المغربية، الري المغربية، بحيث ان المية تكتر في جوه النبات والجدر عندك يكون دافي، فلو في استرس حصل على النبات من فوق ما يحصلش على الجذور تمام. يبقى الري المغربية دي رقم واحد. بس عشان تروي المغرب يا زول لازم تاخد بال سيادتك من عينك على الامراض الفطرية في الطماطم. الجماعة بتوع الصعيد خد بال سيادتك من البياض الدقيقي، عشان لو جالك، طب انت هتروي كل يوم 10 دقائق بس، 10 دقائق بس المغربية او بعد المغرب 10 دقايق بس تدفي الارض بتاعت الطماطم عندك وتدفي الجذور تمام. دي رقم واحد تمام. خد بالك النبات اللي عطشان بيتأثر بالصقيع عن النبات الريان. وشوف في الارض عندك ممكن تلاقي بقعة واطية في الارض او فيها مية كتير، او نقاط مفتوح بيرمي مية كتير. لو جالك صقيع في الارض هتلاقي الحتة دي مش متأثرة، بس هتلاقي بقية الارض متأثر. ده طبيعي ان احنا شفناه كتير في ملايين الحاجات اللي حصلت قدامنا. دي رقم واحد. رقم اتنين، اول حاجه قلنا الري المغربيه وعينك على الامراض الفطريه في الخيار، تاخد بالك من الزغبه حتى في البيوت المحميه، وفي الطماطم تاخد بالك من البياض الدقيقي. المهم خد بالك من الامراض الفطريه ايا كان. دي رقم واحد. رقم اتنين، ان حضرتك هترش احماض امينيه حتى قبل وجود الصقيع، حتى قبله لازم ترش احماض امينيه، بحيث ان الامور عندك تبقى كويسه والنبات يبقى مضاد للاجهاد الحراري. على فكره اجهاد حراري لما بنقولها يا جماعه مقصود بها حاجتين، يا زياده درجه الحراره يا انخفاض درجه الحراره، هما الاثنين المفروض علميا بنسميه الاجهاد الحراري، يا بالزياده يا بالنقص. انت عندك الاجهاد الحراري بقى هنا بالايه؟ هنا بالنقص، انخفاض درجه الحراره. عشان الاجهاد ده هو يحصل تمام، الاجهاد الحراري ده لازم ترش احماض امينيه قبل ما يحصل، قصدي ترشه قبل ما يحصل علشان يبقى النبات الى حد ما قوي وفي مناعه وقادر. يعني خد بالك ممكن يكون في واحد الجهاز المناعي بتاعه قوي، في طفل عنده جهاز المناعه بتاعه قوي، طفل ما عندوش جهاز مناعه قوي. الطفل اللي عنده جهاز مناعه قوي لو حصلت عدوى مثلا في البيت، الطفل اللي هو جهاز المناعه القوي بتاعته هيقدر يتجاوز ويعدي القصه دي. اما الطفل الضعيف المهم يعني عايزين نمثلها على الايه؟ على النبات، ولا المثل اعلى. دي حاجه. الحاجه الثانيه يبقى احماض امينيه. يبقى الحاجه الثالثه يا جماعه
لو انت عندك شوية طماطم في الصعيد، لو انت عندك شوية طماطم وجابوا اللي عندهم، خد بالك الطماطم وصلت لمرحلة ان هي جابت اللي عندها كله، واصبحت شجرة الطماطم هي حضنة فقط، هي حضنة فقط للحباية دي، الحباية دي اللي هتزيد ولا هي اي حاجة قال هي طب انت هي وصلت لجابت كل اللي عندها، واصبح في كل شجرة طماطم 10 15 20 كيلو طماطم. طيب اعمل فيها ايه؟ لو عندك قشر رز غط مفيش اي مشكلة خالص، خلاص اصل الطماطم اللي موجودة عندك مش هيحصل لها حاجة غير ان هي هتستوي وخلاص، تمام؟ قبل ما يجي الصقيع وهيشيلها لك بحله. دي تاخد بالك منها، غطي بشوية رز بأي حاجة بأي معوقات، تمام؟ دي حاجة. الحاجة اللي بعد كده يا جماعة ان انا ادوب 5 كيلو سلفات بوتاسيوم او 5 كيلو سوبر فوسفات، ادوبهم في المية وابدأ ارش الارض بتاعتي مرتين ورا بعض كده، كل اسبوع ارش مرة رشة سوبر مع بوتاسيوم، بس ما يكونش النبات صغير عشان ده بيخشب النبات، رش البوتاسيوم او السوبر فوسفات بيخشب للنبات. بتدوبهم والصبح بتاخد الرايق، تمام، وبتصفيه على اي حاجه كده، اي نت ولا حاجه بتصفيه، وبتاخد الرايق بتاعه وبترش بيه، تمام. اصبحت الامور عندك تمام التمام كده اهوت، بحيث انك بتعمل على الورقه دهيت فيليم او طبقه كده. لو بعدها ممكن تعفر بكبريت، مع اننا ما برجحوش تعفر بالكبريت، ما فيش اي مشكله خالص. دي كل دي احتياطات احترازيه المفروض انت بتعملها. يبقى رقم واحد الري بالمغربية أو بعد المغرب، دي رقم واحد. رقم اثنين إن حضرتك ترش لنا أحماض أمينية بصورة منتظمة، بس أحماض أمينية محترمة جدا عشان تزود المناعة بتاعت النبات وتخليه قوي. بعد كده حضرتك ممكن تغطي بمعوقات زي قشر الرز أو غيره. بعد كده حضرتك ممكن تستخدم السوبر فوسفات. بعد كده حضرتك ممكن تستخدم سلكات البوتاسيوم عشان برضو بتعمل مقاومة شديدة للنبات، وبتعمل طبق للنبات بتخليه متخشب وكويس جدا، تمام، او بتخليه يا جماعة يعني من الاخر ان هو النبات بيكون شديد قدامها، ويعني الى حد ما يشد النبات مع الصقيع شوية. الاحتياطات الاحترازية عشان ما غشكش، ما هي الا حاجات اما ان هي تزود لك الانتاج لو ما جاش الصقيع، او ان هي تخفف لك حدة الصقيع لو وقع على النبات، ولكن وقع بحاجتين. رقم واحد الشدة بتاعته ما تكونش شديدة، والوقت بتاعه ما يكونش طويل. بشكر حضراتكم واتمنى لكم التوفيق. رجب الشبراوي، شكرا لحضراتكم.